انطلاقا من رؤيته في إقامة مركز بحثي متميز لأبحاث الوراثة الطبية والجزئية، انطلق كرسي أبحاث الوراثة الطبية والجزئية بجامعة الملك سعود بالرياض على أن يكون لكرسي أبحاث الأمراض الوراثية الطبية والجزئية دور رائد في زيادة الوعي العلمي والبحثي في هذا المجال من خلال إنشاء معامل متخصصة ومتقدمة تكون بنية خصبة لتدريب الكوادر الوطنية من باحثين ومن طلاب وطالبات للدراسات العليا. وكذلك لإخراج نتائج بحثية تضاهي المراكز العالمية، حيث تم تحديد أربعة معامل بحثية خاصة بكرسي الوراثة الطبية والجزئية، وتجهيز ثلاثة منها جزئيًا بالتعاون مع قسم علوم المختبرات الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وتجهيز معمل واحد بالتعاون مع وحدة الخلايا الجذعية بقسم التشريح بكلية الطب. الوراثه الطبيه والجزيئيه هي الحقيقه تعتبر المستقبل للرعايه الصحيه في عده وجوه الوراثه الطبيه بشكل اساسي هي دراسه المسوغات الوراثيه للامراض ولا يكاد يوجد اي مرض في العالم الا لديه جانب وراثي وجانب بيئي بدون استثناءات كبر الجانب الوراثي او كبر الجانب البيئي في الحقيقه التخصص الوراثه الطبيه يعنى زي ما ذكرت سابقا بانه تحدد ما هي الامور التي تطرا على الشفره الوراثيه مما يؤدي الى المرض ولكن للتخصص عده اوجه وجه التقليدي وهو التشخيص أه ونحن في قسم المختبرات الكلينيكية يعني وبالتدريب نحن بالمهنة مشخصين أه ولكن بحسب التخصص على المستوى الوراثي الهدف والمرحلة القادمة الهدف المستقبلي أن تكون مرحلة مرحلة العلاج الوراثي والآن وجدت وجدت يعني حقيقة عدة دراسات نجاحات جزئية الا انه المستقبل الله واعد جدا بانه يكون العلاج الحقيقه للامراض علاج وراثي او بشكل اخر او بمسمى اخر علاج جيني وهناك عده امثله على نجاحات في مثل هذا المجال هذا طبعا الان التوجه الحقيقه هو ما يسمى الرعايه الصحيه الفرديه والرعاية الصحية الفردية تقتضي أن تكون هناك معلومات وافية عن الشفرة الوراثية للفرد ممتزجة مع المعلومات المعروفة لدى الطب عن المرض المعين، ويتم علاج الإنسان على حسب تركيبته الوراثية والعلاج التقليدي المعروف عند المختصين. فبإذن الله تعالى سيتيح المجال لعلاج أمراض في السابق لم تكن الحقيقة من السهل علاجها أو الزيادة من كفاءة العلاجات التقليدية الموجودة طبعا الكرسي الوراثي الطبي والجزيئيه هو من أول الكراسي, الكراسي الحقيقة المدعومة والمقرة من قبل جامعة الملك سعود أه وحظينا الحقيقه بهذا الـ الحقيقه الـ 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 الكرسي نتيجه ادراك بحاجه وبحاجه الجامعه وبحاجه المجتمع لمراكز تخصصيه في مجال الوراثه الطبيه كما ذكرت كل الامراض لها جانب وراثي بدون استثناء حتى الامراض المعديه لها جانب وراثي و من هذا المنطلق الحقيقة الجامعة وافقت على إنشاء هذا الكرسي وتم بحمد الله الحقيقة التعاون مع بعض الأساتذة العالميين في مجال الوراثة الطبية والجامعة مشكورة الحقيقة ساهمت بإيجاد الحقيقة المحل والتجهيز والتعاقد و وفتح و و المجال للعمل في في مجال الوراثة الطبية. الآن الحقيقة الكرسي له عدة مسارات بحثية. ولم نصل إلى هذه المسارات إلا بعد صعوبة، لأن الحقيقة تحديد الأولويات البحثية في المملكة على مجال الوراثي جدا صعب، لأنه كل المجالات الحقيقه شيقه ولكن كانت هناك مرحله جاده لتحديد ما هي التخصصات او ما هي الامراض التي ستتناولها مواضيع الكرسي بحثيا ف... فانتهينا في نهايه المطاف الى تقريبا ثلاثه مسارات بحثيه مفعله الاول هي الوراثه الطبيه او المسوغات الطبيه الوراثيه لأمراض الأيض الوراثية. أمراض الأيض الوراثية من أكثر الأمراض شيوعاً. التي تصيب الأطفال. إلا أنها تعتبر مجموعة أمراض، فهي على انفراد نادرة ولكن مجتمعة عالية الحدوث. وتصيب الأطفال حديثي الولادة. الشق الآخر هو أو المسار الآخر هو الوراثة الطبية لنوعية معينة من السرطان وهو سرطان القولون المستقيم وحظينا الحقيقة بدعم بحثي من مشروع الخطة الوطنية في هذا المجال والآن العمل جاري بإذن الله تعالى في في نواحي عدة من مجال التشخيص المبكر لسرطان القولون المستقيم الأمر الثالث وهو بعض المسوغات الوراثية أو دراسة بعض المسوغات الوراثية لجوانب من مرض السكري، فرأينا أنه نبدأ بهذه المجالات ومن ثم الحقيقة ننطلق يعني بعد ذلك. نحن هنا الآن موجودين في معمل من المعامل التابعة لكرسي أبحاث الوراثة الجزيئية وبالتحديد هنا عند الجهاز المستخدم للكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة بالنسبة لهذا الجهاز هذا الجهاز هو الجهاز المعتمد عالميا لتشخيص المركبات الكيميائية والطبية بكافة أنواعها وهنا اهتمامنا احنا في موضوع اللي هي المركبات الموجود المركبات التي تساعدنا في الكشف عن الامراض عند حديثي الولاده طبعا هذا الجهاز هو عباره عن جهاز الكروماتوغرافيا السائله المرتبط بمكشاف الكتله الترادفي متعدد المراحل ف عندي تشخيص الامراض لحديثي الولاده من خلال هذا الجهاز يتم تجهيز العينات ومن ثم نضع العينات في الجهاز الكروماتوغرافيا السائله باستخدام اللي هو جهاز الحقن الاوتوماتيكي بعد ذلك يتم عمليه الفصل للمركبات باستخدام الكروماتوغرافيا السائله حيث يوجد عندي طور متحرك ويوجد عندي طور ثابت And... Um. نتيجة وجود هذين الطورين غير الممتزجين مع بعضهما، تتم عندى عملية الفصل ومن ثم بعد عملية الفصل الكروماتوغرافي تنتقل العينة إلى جهاز المكشاف الكتلة وهذا الجهاز هو متعدد المراحل يتم, يتم أولاً اللي هي التعرف على الأيون الأب آه ومن ثم نعمل عملية آه نعمل عملية فрагментيشن آه نعمل عملية تكسير للمركب آه ومن ثم نتعرف على على المركبات الوليدة. خلينا نسميها المركبات الوليده الناتجه عن هذا المركب ومن ثم بالمقارنه هذه الايونات مقارنه هذه الايونات نستطيع كشفها عن طريق برنامج خاص عن طريق برنامج خاص والتعرف على هذه التعرف اذا كان موجود عندي امراض عند الاطفال حديثي الولاده